حطت الطائرة الكويتية الإغاثية الثالثة اليوم في مطار العريش الدولي المصري وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني، تشمل مستلزمات طبية وأدوية ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة أهالي قطاع غزة. وقال مبعوث جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور أحمد الشامي، قال إن هذه الشحنة تعد استمرارا للشحنات المتعاقبة عبر الجسر الجوي الكويتي لأهالي قطاع غزة، وذلك لمساعدتهم في هذه الفترة العصيبة، مشيرا إلى أنه سيتسلمها الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليمها لنظيره الفلسطيني عبر معبر رفح البري لإيصالها للأشقاء في القطاع. انطلاقا من إيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية ومد يد العون، وصلت لمطار العريش الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الذي يحمل المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية للمحاصرين في غزة. الطائرة حطت رحالها وهي تحمل 40 طنا من المساعدات مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي ومن الجمعية الكويتية للإغاثة ومن أهل الكويت المتسابقين لمساعدة وإغاثة أهل غزة الذين يواجهون إبادة ووحشية من جيش الاحتلال. وكان في استقبال طائرة المساعدات أركان السفارة الكويتية بالقاهرة. الحمولة اليوم تقريبا 40 طن وتشمل مثل ما قلت لك مستلزمات طبية أساسية وأجهزة كذلك، وضمن استمرار التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر الفلسطيني. هذا الجسر الجوي الثالث اللي ينطلق من دولة الكويت، الجسر هذا مخصص للمستلزمات الطبية والمستحضرات والأدوية العاجلة التي تحتاجها المستشفيات داخل قطاع غزة بعد تقدير الاحتياج من قبل وزارة الصحة الفلسطينية ومن خلال الهلال الأحمر الفلسطيني. الطائرة الثالثة من المساعدات قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وبتنسيق كامل مع الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية، حيث يشهد مطار العريش تظاهرة تضامنية في دعم فلسطين والمحاصرين في غزة المنكوبة. بأوامر سامية طبعا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعهد ورئيس الحكومة، من أول يوم طبعا احنا بدينا مع إخواننا في غزة في هذا الباب وهذا المجال، وإخواننا في القوة الجوية جزاهم الله خير كانوا يعني ليل نهار متودي مع الإخوان في توصيل هذه المساعدات، وأسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم هذه المعاناة وإن شاء الله تنزح هذه الغمة. نحن كقوة جوية والجيش الكويتي يعني يشرفنا أن احنا نساعد إخواننا في غزة ونصرتهم بهذا المصاب الجلل، فاحنا طبعا بالتعاون مع اللجان الخيريه كجمعيه الهلال الاحمر ولجان الاغاثه العالميه يصير تعاون ان احنا نكون كناقل للمواد الغذائيه والمواد الطبيه للمعطل المنكوبه. وصول الطائره الثالثه من المساعدات الاغاثيه لاهل غزه تاتي ضمن الجسر الجوي الذي بدا منذ يومين ويمتد لعده ايام، واستجابة للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها دولة الكويت نصرة لقضية العرب الأولى القضية الفلسطينية وللتخفيف عن الشعب الفلسطيني وإنقاذه من عدو غادر لا يعرف معنى الأخلاق ولا الإنسانية ولا الرحمة. من مطار العريش ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت.